ثاني من جزيرة أوميتيبا في نيكاراغوا، جزيرة ما حد يجيها بس ياسر. المغامر المسافر ياسر يقدم لكم من البركان. هاي الباص تروح مدينة تيرباس. بعد ساعة ونص تقريبا وصلنا إلى مدينة تيرباس، أخذنا تاكسي أنا وصاحبي هنا من بريطانيا، أخذنا تاكسي راح نروح إلى المدينة اللي اسمها سان خورخ اللي هي بها الفيري البخرة حتى نروح إلى جزيرة أوميتيبا. إن شاء الله هسه رايحانين المكان اللي تنطلق من البخرة. البحر شوي عصبي علينا اليوم بس يلا شو نسوي. لها هي البخرة الثانية راح نصعد بها هسه احنا، وهذاك هو البركان كونسبسيون وهذاك البركان الثاني ميرادور يسموه. هتشوفون ذني البركين طبعا اقرب من اصل للجزيره ان شاء الله بسلامات. وهسه تشوفون الناس تصعد، وهذا المكان بالسيارات اذا احد عنده سياره. قررت اني اصعد فوق واذا جو صار حار واذا اجي هنا وصلنا هسه ونزلت من الباخرة راح اطلع منها. تبون تشوفون الناس كيف تنتظر. هذه خريطة مال المكان. هاي هنا باصات مال المنطقة. بس الان راح اسوي راح اجر دراجة سموها سكوتر واسوق بيها داخل المكان. واحدة من ذني خلينا نشوف فيها اقدر احصلها. عليكم حلو مو؟ أنا وعلى الدراجة قاعد أصوركم هسه. هسه أنا بجزيرة أوميتيبا في نيكاراغوا، وهاي البراكين أكو بركانين هنا. إن شاء الله تنسون بالمناظر. خليكم وياي، وإذا ما مسوين سبسكرايب سووا سبسكرايب هسه. اوكي يلا حبابين، كنيسة وراها البركان شي جميل، مقهى ناس قاعدة تتشرب تاكل، وهذا المنظر خبل. هذاك هو ميرادور منظر. مقهى جدا جميل هنا. هسه وصلت للهوستل، طبعا المكان يخبل. هذا المهاي الغرفة مالتي، وهنا هي طبعا عائلة هنا بس اكو ناس عايشة بيه، وهاي الناس هنا السكان المحليين قاعدين بيسبحون ويتمسون. وهاي الشمس والبحيرة، هاي بحيرة نيكاراغوا مكان يخبر. هذا هو الهوستل هناك. صباح الخير عليكم. اليوم جيت ورا ما تريقت بالهوستل، أكل كان طيب طبعاً، بيض وخضروات وقهوة. وما كملت هاي السالفة جيت بالدراجة ويا اثنين من أصدقاء اللي التقيت بيهم. البنية من ألمانيا والولد من أمريكا. أي فجينا هنا لهذا الشلال. هاي هنا مشي للشلال تقريباً طول ساعة ونص ما نوصل، 3 كيلومترات ونص، وبعدين ساعة ساعة ونوصل ما واحد يرجع. الهايك حلو كلش، المنطقة جميلة جدا، فراشات هواية. لاحظوا المناظر شلون جميلة. وصلنا هسه لهاي النقطة اللي هو النهر، وإذا تلاحظون اكو هنا سبايدر عنكبوت كلش كبير.
هذا يا تشوفوا شوفوا الطريق هنا شلون يصير. هسه الطريق المشي بالضبط داخل النهر، بس لان الجو هذا الدراي سيزن يعني الفصل اليابس ماكو مي هنا، فما نتبلل والطريق اسهل. اتصور الفصل المطر هذا المكان ما ينعبر بسهوله لان كله يصير مي وانهر. هاي السلالات الاثنين تفضلا. وهاي مغامرات اليوم ويا السلال الجميل سين ريمن. خليكم وياي للمكان الاخر، هسه راح ننطلق اشوفكم عن قريب. هاي التجربة المحلية ويا جماعة هنا وهنا الجماعة وهم احنا داخل السيارة هذه. السيارة اللي قلت فيها حلوة. المهم من تجون هذا المدخل هنا تدفعون فلوس، وهاي الدراجات مالتنا، هاي الدراجة مالتي طبعا الزرقاء راح نصعد بيها هسه وننطلق. نمشي يعني بالدراجة وقعدنا هنا شربنا شربت، وهسه بعد شوي راح ننطلق راح نروح للمكان مسابح ونتونس هناك. خليكم وياي. وصلت للمسبح هنا. أنا هذا المسبح شوفوا الناس شلون تقمز، مكان يخبر كلش حلو. الله حلو جدا. احنا بداخل المسبح لون المي يخبل طبعا، شاهدون الناس قاعدة حلو تسبح وتباوع. مكانكم خالي جميعا. افتريت في جزيرة توماتيبي، جزيرة جميلة جدا، بركان وشلال فردخ مدينة. تعبان هسه كلش بالقوداش طبعا. الدراجة رجعتها هسه اني بالفيري، هاي الفيري راح تاخذنا الى مركز المدينة مدينة ريفاس، ومن هناك ان شاء الله اخذ باص الى الحدود مال كوستاريكا، ومن هناك اروح الى مدينة لايبيريا. خليكم وياي خلينا نشوف هذه نهاية التجوال شلون راح يوصل. والغروب طبعا كلش حلو من هاي السفينة، راح اشوفكم اياه ان شاء الله يعجبكم. والبركان وراي طبعا تشوفون الغيوم، الغيوم ابد ما اختفت بعدها موجودة. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. المشكلة انا كنت حاجز هنا بهاي المدينة، بس اليوم جماعة الحجز تيمهم كنسلوا الحجز فشوية ملي وصايدني. صباح الخير عليكم، يوم جديد. نمت الحمد لله زين بالهوستيل بغرفة كنت وحدي، وطلعت السيديت الى محطة الباصات. ما يعني زين مو كلش متحمس بعد وقت الصبح. اشتريت اكل وراح اصعد بالباص هسه حتى اروح الى الحدود. وصلت لمنطقة الحدود، هاي هو محطة الباص بالحدود هنا. الطريق طبعا طول تقريبا 3 ساعة. اكو ناس هنا تحول فلوس اذا حد يحتاج يحول فلوس، وبعدين راح ننطلق من هاي الجهة للحدود وان شاء الله تكون العملية سهلة. هسه راح ندخل هذا الترمينال اللي هو تطبيق الجوازات من جهه نيكاراغوا، واكو
$3 لازم واحد يدفع حتى يخرج من نيكاراغوا. أنا وجهتي هي ليبيريا في كوستاريكا، لأن من هناك راح أروح على مطار ليبيريا، ومن هناك إن شاء الله الطيارة مالتي. اللي طبعا خل أعطيكم في الملاحظة حلوة بالنسبة للفيزا، الفيزا تقدر تحصلها من أي 4 دول اللي هي نيكاراغوا، غواتمالا، سلفادور، وهندوراس. أي واحدة من هاي الدول تحصل منها الفيزا تشمل باقي الدول، يسموها دي سي 4 اتفاقية كوبين ذني الـ4 دول، راح أعيدها من جديد: نيكاراغوا، غواتمالا، هندوراس، سلفادور. تأخذ الفيزا من أي واحدة تقدر تسافر للأخرى بدون أي إجراءات زيادة. بس هم يختموا لك ويشوفون ويدققون هاي السوالف. المهم اليوم أنا طلعت الساعة 6:15 من الهوستل في مدينة ريفاس في نيكاراغوا، فوصلت للمحطة الباصات بالستة. انطلقت إلى أول مكان اللي هو الحدود اسمه بينياس بلانكاس. تقريبا طبعاً الساعة كلف 30 كوردوبا، أقل من دولار أمريكي. إجراءات الحدود بين نيكاراغوا وكوستاريكا طولت تقريباً ساعة. مشيت الحدود شفتوا كله، وبعدين أخذت باص لوخ إلى مدينة ليبيريا اللي هي هاي المدينة اللي هنا شفتوها. تقريباً طول ساعتين. هذه كلفت 2000 فلوسهم، يعني تقريباً 3 دولارات وربع أمريكي. وبعدين أخذت باص لوخ. الباص اللوخ من المحطة مال ليبيريا إلى المطار ليبيريا طول تقريباً 3 ساعة وكلف 400 فلوسهم، كلونس فلوسهم أعتقد إذا أتذكر صحيح، تقريباً هم 70 سنت، يعني أقل من دولار. المهم شيء على شيء، يعني كلف هذا الطريق كله اللي طول 4 ساعات ونص أو إلى 5 ساعات بس 4 دولارات أمريكي. الحدود طبعاً دفعت 4 دولارات. فأنا أسوي المطار، خلي أشوف شو أسوي، يمكن راح أروح أسوي الإميغريشن مالتي. هذا المطار هنا. راح أسوي الإميغريشن حتى أعبر من هناك، وأسوي السكيورتي وأصعد فوق، وهناك أبقى أنتظر حتى ما يجي الطيارة مالتي. شكراً كنت وياي، إن شاء الله حبيتوا هاي الحلقات مال نيكاراغوا. أصور هذه آخر شيء، ما أعتقد بعد أكو فد شيء يعني مهم حتى تشوفوه. إذا ما متابعيني رجاءً تابعوني، لا تنسون تسوون لايك تسوون تعليق. إذا عندكم أي سؤال رجاءً سألوني بالتعليقات، أنا بالخدمة إن شاء الله أجاوب بس على وقت ممكن. وأشوفكم من جديد، مع السلامة، تصبحون على خير أو يومكم سعيد.